اللي كتب بقى على النادي الاهلي في الصحف. خلينا نروح نشوف. مجلة الاهلي، تحديد موقف رمضان صبحي. الشروق، الاهلي يرفض رحيل مؤمن زكريا، باسم علي يدخل ضمن صفقة طاهر محمد طاهر، ولجنة التخطيط توافق على رحيل ازارو. مجلة الاهلي، زكريا وجمال مستمران. المسا، المستبعدون أزمة في الأهلي، لاسارتي استقر على الرحيل 11 لاعبا والإدارة تطالبهم بالموافقة على الدخول في صفقات تبادلية. اليوم السابع، الأهلي يترقب ثنائي بيراميدز دونجا ومنصور، جدل في لجنة التخطيط بسبب جيرالدو، وعبد الحفيظ يحذر اللاعبين من التخلف عن موعد العودة للتدريبات.